بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في يونت 7 دي اتش سي بي. هنتكلم انتدكشن عن دي اتش سي بي وهنشوف الكونفيجريشن بتاعه باختصار كده. انت لو عندك نتورك فيها 10 اجهزه، وعاوز اقول لك انا عاوز الاجهزه دي تشوف بعض، هتعمل ايه؟ هتروح على كل بي سي وتدي له اي بي ادرس من رينج معين، سواء كلاس اي بي سي وهكذا، صح؟ وبالتالي كل بي سي من دول هيقدر ياكسس التاني. طيب 10 اجهزة هتديهم مثلا، هتبدأ من 192.168.1.1 لغاية 1.10، وكل ما يجيلك اجهزة هتزود 11 12 13 وهكذا، صح؟ طيب لو انت، لو انا قلتلك انت عندك 1000 ماشين، ها، وعاوز الالف ماشين يشوفوا بعض، هينفع؟ ايه المشكلة؟ مش هيحصل حاجة، بس هيحصل هيدك عليك انت، تعدي على كل كيس تحط اي بي بايدك، زائد انت ممكن تتلخبط، زائد انت عمرك ما هتكملها في نفس اليوم، صح كده؟ فيبقى عليك هيدك وجع دماغ، وجهاز ده، ويا سلام بقى لو جهاز باظ هتشيله، ولازم تحفظ اي بيه عشان تحط التاني مكانه، وهتلاقي بقى اللص اي بيهات كتير بتضيع في النص انت مش فاكرها اصلا، تمام؟ طيب المطلوب بقى قال لك ايه؟ قال لك والله في حاجه اتنين اوبشن كده، يا اما تحط الاي بي ادرس بتاعك مانيوالي، يا اما تحطه ايه؟ اوتوماتيكلي، صح كده؟ المانيوال زي ما قلنا عليه هيدك، خلاص مش عايزين نستخدمه، ايه الاسهل؟ ها، قال لك اوتوماتيك من خلال سيرفيس اسمها دي اتش سي بي دايناميك هوست كونفيجريشن بروتوكول. دي سيرفيس بتقول لها والله انا عندي اجهزه وعاوز اوزع لها اي بيهات معينه من الرينج دوت للرينج دوت، خلاص؟ فبيبدا كل كلاينت، ها، بيريكوست الاي بي اللي هو عاوزه، بيبدا ياخده لوحده، ولما بيحجزه لفتره معينه، ولما الفتره دي بتخلص يا اما الكلاينت ده يجدد مع السيرفر اللي هيوزع له الاي بي مع الدي اتش سي بي، او يتشال منه خالص. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ ده كلاينت بيبعت برودكاست مسج، بيعمل حاجه اسمها دورة، هنفهم يعني ايه دورة. دي بيعمل ديسكفر مسج، اول حاجه بيبعت لكل الناس اللي معاه في النتورك برودكاست، بيقول لهم انا عاوز اي بي ادرس، ها، فيبدا كل دي اتش، لو في اكتر من دي اتش بي هيبدا يعرض عليه، ها، اوفر، ماشي، يبعت له اي دي اتش بي اوفر باكج، باكج، خلاص كده. الكلاينت لو عجبته الباكج دي هيقوم عامل ايه؟ ها، دي اتش بي، ها، ريكويست، انا عاوز ايه؟ اي بي ادرس، يا ماشي، انت بعت لي اوفر معين كدي اتش سي بي مثلا، خلاص انا بقى عاوز الايه؟ ها، مثلا الاوفر ده، يقوم هو ايه؟ باعت له الاي بي ادرس، ويقوم يعمل له عنده حاجه اسمها اكنولجمنت، يبقى انا عندي حاجه اسمها ايه؟ دورة، دي اسئله انترفيوهات. ايه دورة دي؟ ديسكفر واوفر وايه؟ وريكويست، خلاص، وايه؟ واكنولجمنت. يبقى ده انا هعمل ديسكفر، هعمل اول ايه؟ انا عاوز اي بي، هبعت لكل الناس، وبعد كده هيتعرض عليا من دي اتش سي بي سيرفر اوفر معين، اللي انا بوزع اي بيهات كذا، والليز دوريشن بتاعتي كذا، كل التفاصيل دي. فاول لما يبعت لي انا مش هتفاوض معايا، انا اقول له على طول، اقوم باعت له، اقول له ايه؟ ريكويست، ابعت لي اي بي. وبعد ما يديني الاي بي، يقوم الدي اتش سي بي يسجل عنده ايه؟ اكنولجمنت، ان فلان ده خد الاي بي ده، هياخده من وقت لكذا لوقت كذا، ماشي كده؟ طيب الرينيول بقى، انا عاوز اجدد الليز ديوريشن، فتره الحجز دي خلصت، ماشي، خلصت ايه؟ فتره الايجار او الحجز. الكلاينت يبقى عامل ايه؟ اول لما يوصل للمده، مثلا لو نفترض ان هو واخد 8 ايام او 10 ايام مثلا، اول لما يوصل لليوم الخامس، يقوم الدي اتش سي بي كلاينت، الكلاينت ده يقوم بعت ايه؟ ها يبعت للدي اتش سي بي سيرفر، يقول له ايه؟ انا عاوز اجدد معاك لايه؟ ل 10 ايام تانيين، بس بعد الخمسه اللي فاضلين ما يخلصوا طبعا. يقوم هو بعت له، يقول له ايه؟ احنا جددنا لك. ولو ما راحلوش، ها، يستنى عليه عند 87.5%. الكلاينت المفروض ان هو هيروح تاني هيسجل ده، يبقى لو ما جالوش 50% هيجيله 87.5% من الليست ديوريشن كلها قبل ما يحصل لها ايه؟ اكسبيريشن، ويقولوا انا عايز اجدد لك تاني. طب لو ما جالوش، ها، وعدى 100%، لا، مع السلامه بقى. الكلاينت هيبدا يعمل برودكاست من الاول، يعمل الدوره دي من الاول، تمام كده؟ طيب عايزين نعمل الكونفيجريشن. احنا بعد ما نعمل انستليشن لل دي اتش سي بي بتاعنا،
انا زي ما شايفين كده قلت له اه بام دي اتش سي بي دي 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 اللي هي السيرفيس بتاعت الدي اتش سي بي ماشي الباكج سوري ماشي. فقال لي ايه الباكج دي مش موجوده فانا هتعامل ايه مستخدم اللي هي يام ماشي يام انستول دي اتش سي بي خلاص. فاي قعد يبروسس براحته اهو وفي الاخر جاب لي الباكج وقال لي احنا هنابديت حاجه معينه موافق قلت له موافق. فبدا ان هو ايه ها يعمل انستليشن ليه. طيب بعد كده بقى بيقول لك ايه هتروح سيادتك على طول كده خلاص المفروض الكونفيجريشن فايل بتاع ال دي اتش سي بي ماشي بيبقى اسمه دي اتش سي بي دوت كوم ده. بس الفايل ده لو فتحته هتلاقيه فاضي لو فتحته هتلاقيه ايه فاضي. طب انا عشان اشتغل عليه اه قال لك في حاجه اسمها سيمبل حاجه اسمها ايه السيمبل هتجيبه منين من يوزر شير دوك دي اتش سي بي واسم الفيرجن ممكن مثلا في ريد هات 6 هتلاقيه ريد هات 6 اه بوينت 2 هتلاقي الفيرجن رقم 4 ابديتس هتلاقي فايل اسمه دي اتش سي بي دوت كوم دوت سيمبل اسمه كده هتعمل له كوبي فين في اي تي سي دوت ايه وهتعمل له ريبليس باللي موجود ماشي كده. يلا نشتغل اقول له ايه سي بي تحت يوزر شير دوك ماشي دي اتش سي بي ماشي اهو عندك اهو دي اتش سي بي 3 ايه دي اتش سي بي 3 ماشي كده هتلاقي دي اتش سي بي الفايل ده حطه لي فين تحت سلاش اي تي سي هتلاقي فايل اعمل له ريبليس هناك دي اتش سي بي دوت ها كون ماشي كده. طيب تمام هقول له بقى انا في اي اي تي سي ها دي اتش سي بي دوت كوم ده الفايل بتاعك ماشي كده ده الايه الفايل بتاعك. بتعدل هنا الاول تقول له ايه السبنت بتاعتي والله انا شغال برينج مثلا 1 0 مثلا كلاس سي. فبيسالك بقى انا هوزع لك الاي بيهات دي يعني هو الاول بيسالك على الايه على السبنت بتاعك بيسالك على الايه على السب نت بتاعتك خلاص. مزاويكو حاجة الأول. طيب بيسألك على الإيه على ال في بقى حاجة اسمها الأوبشن سكوب أوبشن. يعني إيه سكوب؟ أنا بقى هعمل سكوب دلوقتي أقول والله وزع لي مثلا الرينج بتاعي أنا عاوزك توزع لي دي اتش سي بي من أول 1 مثلا 20 ماشي لغاية 1 55 انا حر اوزع من اللي انا عاوزه احدد الايبيات اللي انا عاوزها. انا اه عندي رينج بتاعي بيشيل 254 اي بي بس انا مش عاوز اوزعهم كلهم. انا ممكن من 1 لغايه 19 اقدر استخدمهم للسيرفرات او هحطهم للبرنتر حاجات فيكسد مانيوال يعني او بعد كده مش عاوز انا عنديش غير كام جهاز دول هوزعهم وخلاص. الديفولت ريس تايم الريس دوريشن بعد قد ايه ده الديفولت ممكن تعدل وفي الماكسيمم يعني اخر وكده ماشي انت ممكن تعدل براحتك زي ما انت عاوز. في بقى حاجه اسمها السكوب اوبشن حاجات بتتوزع مع الاي بي. طبيعي الجهاز عشان يطلع لازم يحصل له ايه عشان يطلع لازم يكون محطوط له ايه يا اما بروكسي او راوتر او لو عاوز اكسس نتورك تانية لازم يكون موجود له ايه جيت واي. فاقول له مثلا الجيت واي بتاعتي يا سيدي 1 1 1 مثلا. طيب ال 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 ان اي اس بتاعك اسمه ايه براحتك. طب الدومين نيم بتاعك مثلا الدومين نيم بتاعي هسميه مثلا اي اس اي اكاديمي دوت كوم مثلا. طيب عندك هنا الدومين نيم سيرفر بتاعك الدي ان اس بتاعك مين اللي هيخدم عليك مثلا ايه 100. طب النتورك تايم بروتوكول ها بس طبعا دي مش شغاله عرفت منين عشان الهاش دي اي حاجه اي سينتاكس مكتوبه وفي هاش قبليها طبيعي ايه ها ما بتشتغلش خلاص كده ماشي. طيب وحددت له الرينج بتاعي ممكن احدد الديوريشن. طيب حد هيقول لي طب كده اي كلاينت هيعمل بودكاست هياخد اي بي ادرس صح كده اه. طيب افرض انا بقى يعني نفترض ان انا عاوز
اخلي جهاز معين ياخد دي اتش بي يديله اي بي معين، احكمها ازاي دي؟ اجيبها ازاي؟ قال لك في حاجه اسمها ريزرفيشن. ريزرفيشن يعني حجز، انا بحجز لك. طب ايه الحاجه اللي بتربط كل بي سي ما بتتغيرش فيه عشان اربط الاي بي ده بيه؟ قال لك الماك ادرس، الفيزيكال ادرس بتاعك، صح كده؟ فقال لك لما تنزل تحت في الجزئيه دي ما بين القوسين ده، قوس ده والقوس ده اهو، خلاص بتقوم عامل هنا ايه بقى؟ تقول له والله مثلا عندي جهاز معين مثلا هتسميه bc1.isi.com مثلا، isiacademy.com، خلاص. والله الماك ادرس بتاعه مثلا ايه؟ مثلا ايه كده مش عارف 6 مثلا، دي خليها 7 كده مثلا، 3 دي خليها 2 كده يعني. طب والاي بي ادرس انت عاوز تديهوله؟ اقول له مثلا ايه، اديله يا سيدي 1 دوت مثلا كام، 20 او 22، ماشي كده؟ اقول له ايه، ها 1.22 مثلا الاي بي ده انا عايز، او اي اي بي تاني انا اخوه مفيش مشكله. فالكلاينت اللي هو الماك ادرس بتاعه كذا ده، طب انا اعرف منين الماك ادرس بتاعه؟ ها مش في عندنا حاجه اسمها الاب داش ايه، اب بروتوكول، بيجيب لك كل الاجهزه انت عملت معاها كونكشن، يجيب لك الماك ادرس بتاعهم، خده من هنا وحطه، خلاص كده. طب انا عاوز اضيف واحد تاني، عاوز اضيف واحد تاني، هتقوم جاي على الجزئية دي كده، مثلا انت عندك ايه، 1 2 3 4 5، 5 لاين، وانتوا شايفين 5 لاين دول، ماشي؟ هتقوم واخدهم كوبي، تقوم حاططهم تحت تاني، وتقوم ايه، ها تقوم واخدهم، تقوم تعدل بقى فيهم، تقول مثلا ده جهاز تاني، اي بي تاني، وفي الاخر تقوم عامل ايه، تسيف، ماشي؟ بص في السلايد اهو، زي ما انا عامل كده، اخدت الكلاينت مثلا، ماشي، رحت عامل ايه، خدت الريزرفيشن، خدتها كوبي وعملتها تاني، انا كده عشان افكست ايه، اي بي معين، خلاص. وهنا الليست ديوريشن اهي بحددها، خلاص كده. والرينج بتاعي بحدده من كام لكام، وهنا الايه، دي الاوبشنز اللي موجوده معايا، خلاص. دي قصه الايه، الدي اتش سي بي، وده ايه الكونفيجريشن فايل بتاعه، وتقدر تاكسسه من المكان ده. اتمنى تكونوا فهمتوا الجزئيه دي، هو سهل جدا مفيش اي مشاكل يعني، الدي اتش سي بي هو ده كده، خلاص. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.